حرارتها عاليه. يمكن السكينه جرحت كليتها او حاجه، دي بدات تنزف. ازيك يا صديقتي؟ غبيه جدا، كانت صغيره. دي طفله صغيره، دي طفله غريبه جدا، معاها سكينه كبيره. هي ساعدني. لا حشد تاني، لازم ما نكونش هنا لما يوصلوا. لازم نوصل للسطح وبعدها نشاور لواحدة من الطيارات. تمام، محتاجين مساعدة، هي مصابة. ايه اللي حصل لها؟ لا هي مش ايا كان اللي حصل بره، هي اتضربت بسكينة. مش هركب حد تاني. تمام، اسمع يا أوبراين، لو هي ما راحتش للمستشفى اعرف انها هتموت. مفيش مستشفيات تانية. فعلا مفيش مستشفى تانية، اكيد في دكاترة، حجر صحي، وحدة الجيش. بص انا لسه طالب، انا متطوع هنا ومش مفروض اكون برا اصلا. أوبراين ماشي، بص انا عندي مكان الاثنين بس. اثنين يعني ايه؟ مفيش غير مكانين لينا بس؟ محمولة زيادة، فاهمين؟ اثنين بس، اثنين. طيب ماشي، ساعدني. يلا يلا يا حبيبتي، كله تمام، هتبقي كويسة. خدتها. هي انا هرجع على طول. تمام بوزر، يلا بينا. استنى، لازم نركب. استنى. دي لازم نركب الطيارة. أنا دي انا سمعته، في مكانين بس في الطيارة. يلا امشي معاها، هبقى كويس. عدى على ظروف أسوأ من دي، صح؟ أيوة لازم. رايح فين؟ إيه؟ فين؟ فين؟ معسكر اللاجئين غرب ثري فينجر جاك. لا بوزر عمره ما هيعرف ينجو من غيري. أكيد مش بعيد. استنى، وقف الموتوسيكل. إيه دي عايشة؟ ألفريز، ألفريز، إيه؟ إيه؟ فين ليون؟ ألفريز، حصل إيه هنا؟ قصدي مين عمل كده؟ الممزقين؟ ليون عمل ده؟ ليه كده ليون؟ ليون
مش ممكن. معزة خطيرة. مش معقول، مش ممكن يبقى عنده كتير. أنا في ظهرك. مشي من هنا. يلا. يا ترى راح فين؟ مفيش هناك غير شوية مسوخ. يمكن كنت غلط في انه اتفق مع كوبلند. لا، ليون كان بيشتغل مع كوبلند من فتره واخيرا وصلنا له. هاي هاي، استنى استنى استنى. زفت. طيب خلينا اشوف. استنى استنى، هنا الطريق من هنا. الاثار حديثه. طيب ازاي اتعلمت تتعقب الروس؟ كنت متعود اصطاد الزبيان مع ابويا وانا صغير، عشان كده بعرف اتتبع الاثر. يلا انزل. اولعوا. يلا. بخير يا صاحبي؟ ايوه ايوه ايوه، جرح بسيط. الاهبل ما بيعرفش ينشن. السيف للحقير. انا كويس يا بوزر. اكيد هو نزل تحت عند الشلال. نزف دم كتير، ما بعدش. يلا بينا. فتشوا. بتنزف طريقة وحشة للموت، بطيئة وبتوجع، بس انت متعود على كده. كانت بتتنفس لما لقيناها يا قاذر. ما كنتش هضرب نار وضيع رصاص عليها. استنى بس، استنى لحظة. قول لي البضاعة فين ليون. لو قلتلنا انا بوعدك ان انا هقتلك بسرعة جدا. شكلك مش هتبهدل كتير ليون. في مشكلة صغيرة هنا زي ما انت شايف. يقدروا يشموا ريحة دمك ويوصلوا لك بسهولة. تفتكر الإحساس ده عامل ازاي؟ ها؟ تتقطع وتتاكل حي. غالبا هو هيكتشف. اولعوا. هتوحشني ليون. لا استنى. طيب طيب. لا لا، هي معايا دلوقتي، خدها. هاي
فين؟ في المقبرة. هي في المقبرة القديمة. شكرا. لا انت قلت اقتلني، ما تسيبنيش كده ارجوك. يلا خلصني يا كذاب يا حقير، اقتلني. تاك هتحتاج شوية عملات. انت عملت الصح يا صاحبي، مش عايزين نسيب حد للمسوق ولا حتى حقير زي ليون. استنى لحظة، هدور في المعسكر يمكن الاقي دواء للجرح ده. ممكن اعمل حاجة بالبتاع ده. دلوقتي انا المفروض احطهم مع بعض و... ده المفروض كله تمام. انا شكلي مش هقدر اخسر دراعي قريب. انا افتكرتنا ان احنا هنروح نصطاد وهناخد جوائز لتكر لو ما مطرتش جامد. لا يا عم، محتاجين شوية فلوس عشان نشتري بيها تموين. ايوه طيب، مش عايز اقضي الليلة كلها برا. يا خبر، لازم ارجع لفورمتي. هشوف لو في حاجة نقدر ناخدها من الموتوسيكل ده. لا مش ممكن، الحيوان دي ترومبة البنزين. إلا لو انت عملتها على ترومبة البنزين ليون. ايوه ضرب النار على الترومبة. في حاجة ممكن ناخدها من الموتوسيكل؟ لا مش نافعة. بص يلا نرجع لجبل أوليري، هنتحرك الصبح ندور على قطع غيار ونرجع لموتوسيكلك. لا انا عندي فكرة احسن، ليه ما نعملش ده واحنا هنا؟ ايه؟ طيب كريزي أولي مش بعيد عن هنا، يلا نروح بقى. بتفكر في ايه؟ احنا كنا هنروح نصطاد بالليل عامة. كريزي ويلي حلوة زي باقي الاماكن. تمام ماشي. اي ليون ادك ايه؟ خريطة مختلفة. اول ما اجيب الموتوسيكل بتاعي هنروح للمقبرة نبص عليها. تمام. تمام، بكرة هناخد الأدوية نديها لتكر وناخد جايزة ليون، وبعد كده هنروح للشمال. وانت فاكر ان القرف هنا هيفرق عن الشمال؟ مش مهم، لو مشينا من هنا هيكون أحسن لينا. استنى، في حاجة سد الطريق. خلي بالك، أنا شفت الفخ ده من يومين، مجموعة من الممزقين سدوا الطريق بعربية قديمة. حركها معايا. مستعد؟ أيوة. يلا. كملوا خلال، ايه اللي بتعملها؟
هنوصل. قربنا من نقطة تفتيش ميرو القديمة. احنا قربنا. ايه؟ هتعمل ده ازاي؟ اديني بندقيتك، انا الاول. من الواضح ان نقطة التفتيش دي متأمنة كويس. فادتهم جدا فعلا. انا بصراحة احسن للدفن جنب الرواد. ايوه قرف. بص لهم كده تحس انهم مجموعة كبيرة من الاخبية. كانوا بيفكروا في ايه؟ اهلا يا فندم، ممكن نقعد هنا شوية ونستنى لحد ما يجي الحشد عشان يموتنا؟ الحبس في حفرة قذرة زي دي فكرة وحشة جدا. شامم؟ ايه ده؟ اهو يلا يلا نمشي. استنى ثانية واحدة، باقي معاك مولوتوف قد ايه؟ ها؟ هنولعها واحنا راجعين. سيبها. انسى ان انا سيبها. يا مجرم، نفسك تلاقي حد جوه. واضح ان امنيتك اتحققت. شكله كده مات. انت هتكسر بندقيتي. طيب ماشي. هتطلع هناك تاني. هو ايه الموضوع؟ معسكر اللاجئين البائسين. انت مش بتعمل كده غير وانت بتفكر تطلع هناك. اعمل ايه؟ مش غلطتك انها ماتت. انسى. لو كنت ركبت مع سارة الطيارة، الحاجة اللي كانت هتتغير انك كنت هتموت. انسى وخلاص. صار مقرف. جايزة. اخيرا.
سمعت اللي فيه الكفاية. أيوة. أنت مش هتاخد موتوسيكلك هناك. جرب نفق الخدمات ده، شوف لو تعرف توصلنا للجنب التاني. تمام، خلي النور اللي قدام في الاتجاه ده. شكلك هناك. جرب نفق الخدمات ده، شوف لو تعرف توصلنا للجنب التاني. تمام، خلي النور اللي قدام في الاتجاه ده. أيوة. ممكن أعمل بيك حاجة؟ جايزة. ده هيساعد. انتظار مقرف. انا ما خططتش للقرف ده. خلاص تمام، اخيرا. ادي القرف، مسوخ تانية. تمام، عش تاني. ايوه انا شامم. انت عندك مولوتوف قد ايه؟ انت لسه مستخدم اخر واحد. عندك اي حاجه نعملها تاني؟ ايوه ده هيخلص في ثواني. هيجيب نتيجة. جاهز؟ هم جايين. هاي يلا اركب. ايوه ماشي، لحظة واحدة. كنت بفكر في اللي انت قلته، اننا نروح الشمال. انا بس بقولك انك لازم تبعد عن هنا شوية عشان تهدى، فهمني؟ الصبح خلونا ناخد شوية جوائز ونبدأ الرحلة. ايوة يا صاحبي، هو ده الكلام.
عايز تشوف مسوخ. زفت. قابل يا صاحبي. بتفكر في ايه؟ انا عارف انها فكرة غبية. انت بس هتدخل وتحاول تبعد اكبر عدد منهم، وانا بقى هدخل من ورا تحت التلة دي والاقي الجراج. قرف. طيب اديني بس شوية وقت اشوف الحاجة اللي انا محتاجها وبعدين نمشي من هنا بعد ما قتل شوية همك. طبعا انا متأكد انك نفسك تموت. زي ما قلتلك مش النهاردة. تعالولي يا شوية سفلة. مروغين ملعين. يلا اخرجوا من هنا يا مقرفين.
دايما بحتاج خردة. دايما بحتاج لها.
حاجة زفت. لسه لازم الاقي طريقه ادخل بيها جراج ويلي. اكيد في مكنه بنزين جوه. طب انجز يلا، عدى عليا واحد منهم. بتسموهم ايه الحاجات اللي بيحطها الممزقين؟ رموز. ايوه، وده معناه انه في مكان هنا. أكيد في طريقة تانية، ممكن يكون في طريقة أطلع بيها للسطح. مراوغين كتير، زفت. أيوة صح كده. Yeah.
أكيد في مكنة بنزين هنا. بوزر أنت فين؟ لقيت الجزء وهتحرك للطريق السريع. بيك مناصقين مناصقين لا 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 عرف مناصقين بوزر بوزمان زفت. بوزر جاي لك. زفت مبسقين اسامحهم. الوشوم دي رموز ميتة لإنسان ميت، رموز ميتة للضياع. ابعدوا عني يا شوية سفلة. سواق الموتوسيكل لازم تتواضع يا رحال عشان انت تايه واحنا المهتدين. الطريق احنا هنوريك. الطريق ارتقي ارتقي ارتقي. مسقين سفلة. حاجة. استنى من هنا سفلة ابعدوا عنه. مسقين سفلة يلا اثبت شوية. ايه الارض ده؟ لعين الهمج هقتلهم كلهم واحد واحد. يلا مش ممكن. لا استنى ساعدك انا. لا 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 هساعدك. يلا قوم. الممزقين لو احنا لازم نمشي. شكلهم كأنهم كانوا مستنيني فاهم. انا ما شفتهمش وبعدين هجموني. طيب دراعي ما تبصلوش. دراعي ماله بجد ما تبصلوش. اوعى تبص له. يلا اركب. امشي يا اخويا. مسقين سفلة. زفت كنت بحسب مش هننجح. هي ليه ما تستناش بره واتاكد انا من المكان؟ مش مهم في حد مستنيني. طيب زي ما سبنا تقريبا. ايه هو احنا معانا حاجه تتسرق؟ هحاول ان اخف من ده. كويس قوي. اروح انا اجيب موتوسيكلي وادور على حاجه لدراعك. انت هتبقى كويس. ايوه ماشي. ايوه انا هروح لنقطه تفتيش نيرو. اكيد هناك هلاقي عندهم معقم ومستنى. ما تسيبش موتوسيكلي هناك. لا. لا 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 انا هروح ماشي وهو الوقت لسه بدري. بقول لك انا معايا ذخيره لو محتاج فالجزامه عند الباب. شكرا. استنى ما تاخدش بندقيتي. بوزر طيب اتفضل. شكرا يا صاحبي. انا بس مش بطمن من غيرها.
شيء بشع، دراعك شكله مش هيخف؟ مش ممكن، لازم ألاقي حل لدراعه. هاخد موتوسيكل بوزر، لازم الاقي موتوسيكلي قبل الضلمه. ايه ده بقى بوزر؟ انت صاحي؟ ايوه يا ديك، في ايه؟ انا شفت حد بيحوم حوالين المخبأ. هو ايه؟ كان بيعمل ايه؟ ما عنديش فكره، امشي وراه اشوف لو حد معاه واعرف جه منين. ديك نحاول. زي ما قلت بالظبط، الرحاله اللي شفناهم على نفس الموتوسيكل مستخبين عند اخر الطريق. بجد؟ اكيد بتهرب. مكان حلو، شبه برج المراقبه، حواليه سور وكده. يلا ناخده. دي حاجه حلوه قوي. انا رايي نستنى بالليل وندخل نقتل القذرين دول ونعتبره بيتنا. انت عارف ان معاكم سلاح. شكل واحد فيهم متعور جامد، هنهزمهم. فعلا جاتكم القرف. الأخبار خلصت عليه. ناخد دول بس. كان ايه؟ أحسن من مفيش. بتخلص فعلا. منهم اكيد مشي ورانا. السفلة، خليك بعيد عن جبل أوليري.
بوزر لقيت معسكرهم، هم بس شوية رحالة عايزين يتحركوا للمخبأ بتاعنا. زي ما قلنا قبل كده، بدأ وقت التفكير في التوجه للشمال. خلينا نعالج دراعك الأول وبعدين نفكر في الطريق. أنا هستخدم موتوسيكلي. ديكن حول. وانا فين كده؟ المفروض اني قربت. لازم اوصل لموتوسيكلي. هانت. شوية كمان. فين بقى الموتوسيكل؟ هي دي مكان ما سبناها. الموتوسيكل اختفى. أعرف المجرم كوبلند. هاي انتوا من معسكر كوبلند؟ عايز اعرف فين موتوسيكلي. اقف عندك. مش ممكن. ما خدتش عجلتك وممكن احلف على ده. مش هقتلك. بطل جري. مش ممكن. لازم تسأل كوبلند. انا مش عارف. استنى، انا بس عايز موتوسيكلي. ما عملتش حاجة. مش ممكن. خلاص هقتلك دلوقتي. بوزر سمعني. لا، رجالة كوبلند خدوها قبلي. انا رايح على معسكره. ديك نحول. في واحد سافل سرق موتوسيكلي. معرفش اي حاجة عن الموضوع ده. روح اتكلم مع ميلي. ماشي. ايوه رايح على هناك.
يا ماني. أنا ما شفتكش من فترة. كنت مشغول فما لاحظتكش. ماشي حالك واشتغل عشان يأكلوك. أيوة حياة المخيم. أيوة حياة المعسكر. قريت كتاب قبل كده اسمه زين وفن إصلاح الموتوسيكل، قريته؟ لا صراحة ما كانش عندي وقت خالص للقراية. أيوة كنت في محل في فيرول وخليت كل الميكانيكية يقروا الكتاب. قال عشان تبقى ميكانيكي خلي عندك سلام عقلي. الشغل على بطني فاضية هيخلي دماغك صافية. ماني أنا بدور على موتوسيكل. بجد؟ أو لا 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 لا، أنت مش عايز دي؟ ليه لا؟ خرجت بالعربية، قصدي واحد غبي سابها برا وهي مصدية، حالتها وحشة ومستخدمة كتير. الغبي اللي بيسوقها ما يعرفش عن الموتوسيكلات. ده بجد؟ أيوة ده حقيقي. دي كانت بايظة خالص، عارف؟ فكناها دلوقتي، ما كانش فيها تانك بنزين، كنا ممكن نستخدمها. يا راجل طرمبة بنزين زي دي؟ ماشي زي دي يا ماني. ماشي ماشي. بص أنا لما قلت غبي كان قصدي الغبي اللي جيب الموتوسيكل. بص ده حتى ما ثبتهاش كويس، سابوها تتمرجح هنا وهناك وكمان. خلينا نتكلم. لك كده عندك مشاكل. اتضربت جامد قوي امبارح، الممزقين تاني طلعوا تاني هنا للمرة التانية. الناس بتقول انهم بيدوروا عليك وعلى بوزي. في الفوضى الناس بتتكلم كتير،